بدي اعيد نفس الحادثه. بتولع دوليب، بدنا نفوت دوليب انا وياك. يلا انا بحط دوليب هون، انا بفوتهم، انا بفوت على طريقتي، انا مثل ما انا فوتهم على شيفروليه. بس بدنا نعيد ابو الزوز، هيدي الحادثه هي زي هل فوتهم على شيفروليه هيك. طيب عمهلك تاكسي لحظه، هذا الميكرو مثل ما انا فوتهم، انا فوتهم على شيفروليه بدي فوتهم هيك. فوتهم كم دوليب كانوا؟ ثلاثة. ايه اعطيني ثلاثة بعد. ايه هذا المزبوط. ايه اعطيني بعد في ثلاثة بعد ولا خلصوا؟ ما بعرف ثلاثة بس. ليه مغيرين لهم لونهم عادي؟ ليه مغيرين لهم لونهم؟ ثلاثة ليه مغيرين لهم لونهم؟ لأنه كان معنا قبل المدام الصورة. اوكي كان معنا قبل المدام، كان معنا قبل المدام كمان. الي 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 شرب الوردة. ايه بتعرفها؟ اكيد. خلينا نرجع نتخيل الحادثة انا وياك، انت كنت واقف هون مظبوط والكاميرا ما هون معنا. اوكي ادل انت عندك شيء تعمل؟ انا رح كون اللغة لو سمحت. اكيد تفضل ابو الزوز. بدنا نوقف هون انا وياك، بدنا نعيد نفس الحادثة انا وياك. اذا مزع انا وياك على الطريق بس بدنا نجرب بطريقة كلاس. هلا هي هون زمرت لانه في حال قلت شي كلمة ما لازم تقولها. اكيد اكيد. بدي ارجع اسالك نفس السؤالات اللي سالك اياهم ادم، بس بدنا نقولها بطريقة كلاس. اوكي بس بلا ضمير دخيل اجريك. يلا بدون الزمور ادل. بدون الزمور خلص اتفقنا مع زوزو. ما يقول ما توسخ من حكي بوعدك ما بزمر. اوكي اوكي. شو عندكم مشاكل اولاد عن الرمانة؟ شو خص هيدي بها؟ ما عم فهم السؤال، مش جايب حقه. اوكي امبارح بس قطعتوا الطريق، مين رجع طفى النيران؟ نحن يلي امرنا معليه بالليل يا خي. اوكي نحن امرنا الساعة 3:30 الصبح. ايه امرنا اولاد عين الرمانة معليه بالليل خي. ايه نقطعون ونقطع كل العالم يقدروا يقطعوا على على قلب عين الرمانة. اوكي هذا اللي صار. يعني بفهم منك رح تضلكم قاطعين الطريق اذا الله راد. ايه هنحرق سلافة للطريق.